الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإلحاقا للمقطع الأول الذي يتكلم عن حكم التوسل وأنواع التوسل والتفريق بين لفظ التوسل إذا أطلق في القرآن أو إذا أطلق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا أطلق على لسان أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأحب في هذا المقطع المختصر أن نكمل الكلام على رد شبهة هؤلاء في جواز التوسل بأمور لم يأتي الدليل بها، فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنه أستمد العون والفضل، وأسأله عز وجل أن يشرح صدري وصدور من يسمع كلامي للحق المتفق مع الكتاب والسنة. أود أن أنبه على جمل من الأصول والقواعد السنية السلفية. القاعدة الأولى: الأصل في باب التوسل التوقيف على الأدلة، لأن الإنسان إنما يتوسل تعبدا لله عز وجل، فالتوسل من الأمور التعبدية التي ينص العلماء على أنها من جملة أنواع ما يتعبد لله عز وجل به، فإذا أثبتنا بأن التوسل من العبادات فإنه لا يجوز أن نثبته في شيء من الأشياء إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فلا يجوز لأحد أن يتوسل إلى الله عز وجل بوسيلة إلا إذا جاء الدليل المجيز للتوسل بها، فأي إنسان يتخذ وسيلة يريد أن يتوسل إلى الله عز وجل بها بلا دليل فإنه يطرق باب بدعة وإحداث في الدين، والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر عند العلماء أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، فالتوسل إلى الله عز وجل لا بد فيه من دليل، فهو من جملة الأحكام الشرعية التي تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإذا قال إنسان لك توسل إلى الله عز وجل بهذا القول أو توسل إلى الله عز وجل بهذا الفعل أو توسل إلى الله عز وجل بهذا الطريق المعين، فقل له أين الدليل الدال على جواز التوسل به؟ فإن جاء بالدليل صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي به فإن قوله مردود عليه، لأنه يريد منك أن تتعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه، فهو يطلب منك أن تفعل بدعة، لأن المتقرر عند العلماء أن البدعة هي التعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه، فإياك أن تقبل كلامه إذا لم يأتي بكلام بدليل وبرهان يدل على جواز التوسل بهذا الطريق. وقد سبر العلماء من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى الأشياء التي يجوز التوسل بها فوجدوها كما يلي: الأول، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، لقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا الله، يا كريم، يا رزاق، يا رحيم، ونحو ذلك من التوسل بالأسماء: أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، أن تغفر لي، أن ترزقني، أن تدخلني الجنة، فهذا من التوسل الذي يحبه الله عز وجل، وهو من أعظم ما يتوسل إليه به أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وسواء كان توسلك إلى الله بها على وجه العموم أو الخصوص، على وجه العموم كأن تقول: أسألك بأسمائك الحسنى، فهذا توسل على وجه العموم، وأما الثاني فهو توسل إلى الله عز وجل باسم معين، وقد اشترط أهل السنة في التوسل بالأسماء توسلا خاصا أن يكون الاسم مطابقا أو مقاربا أو مناسبا للمطلوب الذي تريده، فإذا كنت تطلب الرزق فتقول: يا رزاق ارزقني، وإذا كنت تطلب الرحمة فتقول: يا غفور، يا رحيم، يا رحمن ارحمني، وإذا كنت تطلب الستر تقول: يا ستير استر علي، ونحو ذلك، فهذا كله مما اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على جوازه.
الوسيلة الصحيحة الثانية التوسل إلى الله عز وجل بصفاته العلياء، كأن تقول: أسألك برحمتك أن تغفر لي، أسألك بعزتك أن تعزني، أسألك بقدرتك أن تنصرني، أسألك بعفوك ومغفرتك ورضاك أن تدخلني الجنة، ونحو هذا من الدعاء. هذا كله توسل إلى الله عز وجل بصفاته العلاء. الوسيلة الصحيحة الثالثة أن تتوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال، أن تشرح حالك لله عز وجل شرح تعبد وافتقار وإلحاح، لا شرح إعلام، لأن الله لا يخفى عليه شيء من حالك، وإنما تشرح حالك إلى الله عز وجل من باب الانطراح بين يديه تبارك وتعالى. وهذا من أعظم التوسلات التي ذكرت عن الأنبياء في القرآن، كما قال زكريا: ربي لا تذرني فردا، فشرح حاله إلى الله. وقال الله عز وجل عن موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا شرح حاله إلى الله، ذكر الحال، توسل إلى الله بذكر الحال. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني مغلوب فانتصر. وفي الآية الأخرى: ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهذا أكثر أحوال الأنبياء، أنهم كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بذكر الحال، والأدلة كثيرة. الوسيلة الصحيحة الرابعة التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، والذي منه بل من أعظمه الإيمان بالله وبرسوله وبمحبة الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر، أي بإيماننا اغفر لنا. فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. وكما في حديث الركب الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأحدهم توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عنده، وهو بره بوالديه وتقديمهما على الأهل والولد وغيرهم، والثاني توسل إلى الله عز وجل بمراقبته وعفته، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأمانته ورعايته لحق الضعيف والفقير والمسكين. فاستجاب الله عز وجل توسلهم هذا وفرج عنهم أمر هذه الصخرة. والأدلة في هذا النوع كثيرة جدا. الوسيلة الصحيحة الخامسة التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الحي الحاضر القادر، فقولهم الحي يخرج التوسل إلى الله عز وجل بالأموات، فالتوسل إلى الله عز وجل بالأموات أو بطلب الدعاء من الأموات أو بالذهاب عند قبور الأموات لدعاء الله عز وجل عند قبورهم طلبا لكونهم وسيلة بينه وبين الله، هذا كله من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والروايات التي تروى عن مالك هو المنصور مكذوبة، والرواية التي تروى عن الإمام الشافعي في مجيئه لقبر أبي حنيفة أيضا مكذوبة، ليست تصح عن الإمام الشافعي ولا عن غيره، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك عند قبر من هو أعظم محبوب لله عز وجل، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التوسل بالأموات جملة ولا تفصيلا، فإنهم بموتهم قد انقطع عملهم إلا من ما أثبته النص. فهذه هي الوسائل التي ثبت الدليل بها، ويتوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي. وقولهم الحاضر يخرج التوسل بالغائب، فالتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الغائبين كل ذلك من الأمور التي توصل إلى الشرك والعياذ بالله، فهي وسائل عظيمة من وسائل الشرك يجب سدها حماية لجناب التوحيد. هذه وسائل خمس هي التي أثبتتها الأدلة. فلماذا أيها المفتون الذين تجيزون التوسل بذوات الصالحين
والمجيء إلى قبورهم، لماذا لا تفتونهم بهذه الوسائل التي أثبتتها الأدلة؟ لماذا لا تهدون الناس وتدلونهم على تلك الوسائل الصحيحة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة واتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى؟ لماذا تفتحون للناس أبواب من الوسائل لا دليل عليها ولا برهان يعضدها، ثم تلوون أعناق الأدلة لتستدلوا على ما ذهبتم إليه بأدلة لا تدل على مطلوبكم مطلقا، كقول بعضكم الله خلقكم وما تعملون؟ ما الدلالة الأصولية بالله عليكم في جواز التوسل بالأولياء والصالحين بهذه الآية؟ هل دلت على جواز التوسل بهم دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة تلازم أو دلالة إشارة أو دلالة إيماء؟ كل ذلك مما لا يدل عليه تدل عليه هذه الآية، فليس فيها دلالة مطلقة. ولا يصلح أن تجعلوا فعل بعض أهل العلم أو قوله بجواز ذلك دليلا على إثبات هذه المسألة العقدية أو المسألة الشرعية الفقهية، سموها ما شئتم، فليس كونها عقدية أو كونها فرعية شرعية يختلف فيه الحكم، فهي محرمة ولا تجوز. فلا يجوز للإنسان أن يتوسل بأي وسيلة إلا إذا كان على وسيلته هذه دليل من الشرع. وبناء على ذلك فالتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء عند قبور الصالحين هذا لا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الصحابة. والتوسل إلى الله عز وجل بذوات الصالحين أيضا لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة. والتوسل إلى الله عز وجل بذات بجاه الأنبياء أو جاه أحد من الصالحين أيضا لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل أحد من الصحابة. والتوسل إلى الله عز وجل بالغائبين أيضا لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة. فلماذا تفتحون للناس أبواب من التوسل لا دليل عليها ولا تخبرونهم بأن هناك وسائل تكفيهم عن الولوغ أو الولوج أو التوغل في هذه الوسائل الممنوعة؟ هذا من خداع المسلمين، هذا من مخادعة المسلمين ومن تزيين الباطل للمسلمين ومن الكيد الكبار لعقيدة الناس. أخبروهم بأن هناك وسائل قد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وأمروهم بالاكتفاء بها، ولا يحملنكم بغض أهل الحق على أن تخالفوا الحق، ولا يحملنكم العداوات الشخصية على أن تخالفوا الحق، ولا يحملنكم حرصكم على نشر الأقوال الأخرى في المسألة أو على نشر الخلاف في المسألة أو على وجود أقوال قال بها بعض الأئمة في هذه المسألة، لا يحملنكم ذلك على أن تنشروها بين الناس إذا لم يكن لها مستند صحيح ولا برهان مرعي صريح. فالذي ندين الله عز وجل به أن التوسل ينقسم إلى قسمين، إلى توسل مشروع وإلى توسل ممنوع. فالتوسل المشروع هو ما كان توسلا بأسماء الله أو توسلا بصفات الله أو توسلا بذكر الحال أو توسلا بالعمل الصالح من الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله واتباع شريعته، أو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الحي لا بدعاء الميت وبدعاء الحاضر لا بدعاء الغائب. هذا هو التوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة. وأما القسم الثاني فهو التوسل الممنوع، وهو التوسل بذوات الأولياء والصالحين أو التوسل إلى الله عز وجل بالمجيء إلى قبورهم أو التوسل إلى الله عز وجل بذوات أحد من الخلق كائنا من كان هذا المخلوق، نبيا كان أو وليا. فكل هذا من التوسل الممنوع الذي لا تجيزه الأدلة ولم يجري عليه عمل الأمة. وفي الختام لا أزال أحذر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من فتاوى هؤلاء التي لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على برهان، لم تبنى على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى على فهم السلف الصالح ولا على منهجهم الطيب الصافي.
فأحذر المسلمين من سماع هؤلاء، وأحذرهم من سؤالهم، وأوصي المسلمين في الأرض كلها بأن يلزموا غرز العلماء الراسخين الصادقين المأمونين في علمهم وأمانتهم وخبرتهم ودرايتهم العلمية في مدارك الأدلة، وعندهم آلة الاستنباط. أوصيكم بالعلماء الذين يتقون الله عز وجل فيكم وفي دينكم وفيما يعلمونكم إياه، واتركوا هؤلاء الذين لا يخافون الله عز وجل، والذين ناصبوا العلماء العداء ويتكلمون فيهم ويردون أقوالهم وفتاويهم ويشككون في مصداقيتهم ويتهمونهم بأنهم يخفون الأقوال الأخرى في المسألة، وأنهم لا ينصرون إلا قولهم فقط ويهملون أقوال العلماء الأخرى. هذه كلها اتهامات باطلة يريدون بها تشويه صورة العلماء، فعليهم من الله ما يستحقون. والخلاصة من ذلك أنني أحذر المسلمين من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالأسك، أنا أحذر المسلمين منهم تحذيرا بليغا، ولا أزال أحذر منهم طيلة حياتي بإذن الله عز وجل ما لم ينزعوا أو يرجعوا عن هذا الغي والضلال الذي تقحموا فيه وأرادوا أن يقحموا فيه المسلمين بطرائق مشبوهة لم يجري عليها عمل السلف رحمهم الله تعالى في استنباط الأحكام ولا في معرفة الحق من الباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.